السلام عليكم. برنامج فيكتور انجينير بيساعد في بعض الرسومات الهندسية وإمكانياته أقل بكتير من الأوتوكاد، بس هو بيفيد واحد مثلا مش قادر يشيل الأوتوكاد، شركة صغيرة، واحد بيتدرب عادي، طالب بيحب يرسم شوية حاجات للمشروع بتاعه، بيلاقي إن البرنامج دوت بيأديله غرض، يقدر يرسم اللي هو عايزه بيه. وفي شوية إمكانيات حلوة في البرنامج تقدر تصفحها وتلاقي فيها شوية حاجات حلوة إن شاء الله تستفيد منها. عمرو سليم.